صباحه خناقة، حرب، مجزرة، إجوال، ترقيص، تدبيح، كل ده والحكم عامل من بنها. كلاسيكو كامب نو شفنا فيه كرة حلوة وجوال أحلى وضربة بين اللعيبة وخناقات وكل حاجة بتأكد ليه الكلاسيكو سيظل واحد من أمتع المباريات وأكثرها إثارة على كوكب الأرض. بعد 45 دقيقة بعشر لعيبة نجح البارسا في أنه يحافظ على سجله بدون ولا هزيمة للمرة الأولى في تاريخ الليجا وفضله 3 ماتشات. وزين الدين زيدان يظل بلا هزيمة للكلاسيكو الرابع على التوالي ليعادل الرقم القياسي لنيجيل مونيز من سنة 65. وليونيل ميسي يتربع على صدارة هدافي أوروبا في سباق الحذاء الذهبي ب 33 جول. وكريستيانو رونالدو يعادل رقم دي ستيفانو التاريخي لهداف ريال مدريد في الكلاسيكو ب 18 هدف. قبل ما نتعمق أكتر بقى في الحلقة، فزي ما انتوا شايفين كده حلقة النهاردة ليها راعي. خليني أعرفكم على موقع لعيب والمسابقة الأكبر لمشجعي وعشاق كرة القدم في الوطن العربي. بمنتهى البساطة لازم تعمل اشتراك على الموقع، وكل اسبوع بيكون فيه مسابقة جديدة بصورة جديدة من مباراة عشوائية ولكن الكرة مش موجودة فيها، وكل واحد عليه انه يدخل ويختار اكتر مكان منطقي الكرة ممكن تكون فيه. بس علشان الموضوع ما يكونش مجرد حظ وتخمين، فاللي بيحدد مكان الكرة بعد ما بتنتهي المسابقة الاسبوعية وتكون دخلت كل اختيارات المشاركين هي لجنة تحكيمية مكونة من حكام حاليين او سابقين او لاعيبة كرة قدم حاليين او سابقين او خبراء في مجال الكرة. واختيار اللجنة بيكون مبني على حركة اللعيبة او شكل جسمهم او نظرتهم في الصورة، وبالتالي اللي هيختار مننا كجمهور النقطة الاقرب للنقطة اللي هتحددها اللجنة التحكيمية بناء على خبرتها هو اللي بيكسب. نظام المسابقة ان كل اسبوع في صورة جديدة، والخمسة اللي اختيارهم لموقع الكرة بيكون اقرب لاختيار لجنة التحكيم بيكسبوا تليفونات. وكل 8 اسابيع بيكون في مسابقة كبرى بيتأهلها الفائزين من كل مسابقة اسبوعية، والكسبان في الجائزة الكبرى بيكسب عربية فخمة. علشان اكون صريح معاكم، انا ماليش في المسابقات والجوائز الكبرى والعربيات والكلام ده، وما اشتركتش في مسابقه زي دي قبل كده، بس دي صور الناس اللي كسبت من السعوديه او مصر او اردن، وفي فيديوهات ليهم هما بيستلموا الجوائز على قناه لعيب على يوتيوب. وتم دعوتي شخصيا لحضور الجلسه التحكيميه اللي هيتم تحديد فيها الفائز الاكبر للثمان اسابيع دول في القاهره مع لجنه التحكيم، علشان اشوفهم هما بيحددوا مكان الكوره واشوف ازاي بيتم اختيار الفائز. عارف اني طولت، بس في حته حلوه ان بالاضافه لده فهم ادولي 50 كود مجاني ممكن يستخدموه 50 واحد منكم لاكتر من مره لحد ما تنتهي المسابقه في اخر الاسبوع ده، علشان تشارك بيها من رابط الموقع الموجود تحت الفيديو ده وتختار انت شايف موقع الكرة الانسب فيه. الخمسين كود دول بيظهروا في الحلقة دي من بدايتها بشكل عشوائي، يعني كل الكودات اللي بتشوفها بتظهر كده وتختفي، دي ارقام حقيقية تستخدموها في الموقع. وبعد ما الحلقة تنزل فكل ساعة هسيب كومنت تحت الفيديو في ارقام وكودز مجانية زيادة. خلصت كده كل الكلام والشرح عن راعي الحلقة، يلا بينا بقى نخش في تفاصيل الكلاسيكو. Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. طبعا اول حاجه لازم اتكلم عليها هي خطه فالفيردي. شايفك يا اللي مستنيين اتكلم في التحكيم. طبعا زي كل حلقه هتكلم وهقول كل حاجه جوايا، بس لو انت داخل الفيديو ده بس علشان تعرف رايي في الحالات التحكيميه، فاحب اقول لك ان دي مش فقره كابتن نصوحي الشريف اللي هيحلل المواقف. خلونا الاول نتكلم في الكوره وبعدين هنروح للتحكيم اللي مؤخرا بينكد عليها. فالفيردي بدا بنفس ال 4 4 2 المتوقعه بانيستا كوتينيو على الاطراف، بس طبعا بما ان الاثنين ما هماش لعيبه اجنحه اصلا، فكان من الطبيعي انهم يتحركوا في العمق. ناحيه الشمال انيستا كان بيتحرك في نفس المساحه اللي بيتحرك فيها لما البارسا بيلعب 4 3 3 ويسيب الطرف كليا لانطلاقات، ده مش سيرجي روبرتو، المفروض يروح باك رايت ويجي مكانه يوردي البا هو الباك ليفت اللي بينطلق في المساحه اللي بيسيبها انيستا. شفتني وانا بلحق نفسي؟ مش هشيلها في المونتاج، دي هتفضل. المشكله هنا في الناحيه اليمين، لان لما كوتينيو بيدخل في العمق عشان يسيب المساحه دي على الطرف لسيرجي روبرتو ينطلق فيها، بيكتشف انه داخل في المساحه اللي بيحب يتواجد فيها ليونيل ميسي. ودي واحده من اكبر المشاكل اللي بشوفها لما كوتينيو بيلعب ناحيه اليمين، لان المركز ده في الخطه دي محتاج لعيب بمواصفات تانية، محتاجه لعيب سريع بيحب ان هو يستلم الكرة في المساحه اللي بيفضيها ميسي، مش لعيب بيحب ان هو يستلم الكرة في رجله ويلعب من رجل الرجل ويقف عليها زي ما ميسي بيعمل. واعتقد دي مشكله هتنتهي مع نهايه الموسم برحيل انيستا وانتقال كوتينيو علشان يلعب مكانه بنفس الادوار الملائمه ليه. الناحيه الثانيه فزيدان قرر يبدا بالبي بي سي اللي ابتدوا 6
ست كلاسيكوهات قبل كده، كسبوا واحد خسروا اربعة، وامبارح كان اول تعادل. وزي ما قلنا قبل كده في ظل ان الخطة 4-3-3 على الورق، ففي الواقع كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو الاثنين فراودة، جاريث بيل هو اللي بيمسك الخط اليمين، ومارسيلو هو اللي بيمسك الجناح الشمال، علشان يكون ده شكل ريال مدريد الهجومي. ولكن شكله في الدفاع بيكون مختلف، لان جاريث بيل بيرجع على الخط عشان يساند ناتشو، وبالتالي مودريتش بيقدر ان هو يغطي ناحية اليمين، بس في نفس الوقت يغطي في العمق برضه مع كاسيميرو وكروس. وتظل نقطة الضعف اللي واضحة وضوح الشمس في عز الظهر في ريال مدريد، هي المساحة اللي ورا مارسيلو، اللي المفروض اللي هيغطوها هم كروس وسيرجيو راموس. وبصراحة كده في شوية حاجات بتفضل تتكرر مرة واثنين وثلاثة ومية في الكورة بشكل غريب. يعني كل العالم عارف ان في مشكلة في المساحة اللي في ظهر مارسيلو، والثلاث اجوال اللي دخلوا في الريال في سيمي فاينال تشامبيونز ليج في الاليانز ارينا والبرنابيو ضد بايرن جم من الجبهة اللي ورا مارسيلو. فيبدا الكلاسيكو بعد اول 10 دقايق يدخل فيه جول برده من نفس الحته، والناحيه الثانيه بقى هجوميا، فكل العالم برده عارف ان مارسيلو بيزيد دايما بدون رقابه، وبيعدل الكره على شماله، وبيعمل عرضيات خطيره جوه ال 18، وزي مع اختلاف يعني انه المره دي حطها لكريستيانو اللي كملها. ونفس الكلام ينطبق هو بالظبط على كره ليونيل ميسي لما بيستلم الكره في العمق ويبدا يجيب على شماله ويجيب على شماله ويجيب على شماله، وهوبا تلاقي ثرو اتعمل في ظهر المدافعين للباك الشمال الطاير يوردي ألبا. الكره دي اتكلمت عليها قبل نهائي برلين ضد اليوفي في 2015، الرابط بتاع الفيديو هنا في الدايره دي كده على يوتيوب، ولسه بتتكرر برده لغايه دلوقتي بنجاح. لا مش فاهم ازاي بصراحه. في الشوط الثاني وبعد الطرد زيدان قرر ان هو يكثف هجومه، وبعد اصابه كريستيانو رونالدو وخروجه نزل مكانه اسنسيو علشان يلعب في مركز ورا المهاجمين متطرف شمال شويه، وجاريث بيل يبقى مهاجم صريح جنب كريم بنزيما. وبعدها خرج ناتشو ونزل فاسكيز علشان يحيي الجبهه اليمين هجوميا من جديد. اما علاج فالفيردي بعد طرد سيرجيو روبرتو كان اخراج كوتينيو ونزول سيميدو مكانه، وبعدها خرج انيستا ونزل باولينيو في نص الملعب علشان يلعب فالفيردي شوط مثالي ب 10 لعيبه بدفاع منطقه من نص ملعبه، مع الاعتماد على الهجمات المرتده. وده لازم يرجع لانه في اوقات كتير على مدار الموسم لعب بنفس التكتيك ده، فلما احتاجه امبارح نفعه. بس يبقى السؤال الاغرب اللي على لسان كل برشلوني، هو فين ديمبيلي؟ انا مش هنا عشان احكم على موسم ديمبيلي او على الصفقه بشكل عام، لان الراجل جاله اصابتين وبدا بدايه صعبه قوي وملحقش ان هو يتناغم ولا يتاقلم مع الفريق، بس معقوله ان هو خارج الصوره تماما لدرجه ان انت في اخر 10 دقائق وسواريز تعبان ومرهق ومش قادر يتحرك، ما قدرتش ان انت تخرجه وتنزل ديمبيلي علشان تستغل سرعته الفائقه اللي غالبا كان فعلا هيساعدك في استغلال واحده من المرتدات الكتير الخطيره اللي جات لك في اخر 20 دقيقه؟ بعيدا بقى عن الخطط والتكتيك والكلام عن المدربين، فالعامل النفسي والشخصيه الكبيره اللي موجوده عند اللعيبه نفسها كان ليها التاثير الاكبر في الكلاسيكو ده. البدايه كانت ساحقه من البارسا اللي حسسوني ان الماتش ده هيخلص زي ماتشات تانية كده بفارق سكور كبير، بس بعد 14 دقيقه جه هدف كريستيانو تقريبا من اول هجمه خطره للريال عشان تتولد جواهم الثقه، ومع الثقه بتبدا تبان الجوده التقنيه والفنيه عند اللعيبه بعد ما كانت مختفيه تماما وانت مهزوز ومرتبك وتحت ضغط. وبالتالي فجاه كده تحولت السيطره من البارسا للريال لغايه نهايه الشوط الاول. وبعد الطرد في الوقت اللي حسيت ان ريال مدريد هينزل فيه الشوط الثاني علشان يحقق انتصار مستريح قوي يعكنن بيه على موسم البارسا ولقب الليجا في قلب الكامب نو، لقيت رده فعل وشخصيه كبيره قوي من لاعيبه البارسا، طبعا بقياده الشخص او البني ادم اللي هو لا ينفع ينطبق عليه كلام البني ادمين ولا الاشخاص. ميسي اللي تقريبا غاب في معظم فترات الشوط الاول انفجر في الشوط الثاني كالعاده كده زي ما بيعمل في كل كلاسيك، واعتقد لولا التعب والارهاق والبطء في اخر المباراه، لان الراجل داخل على 31 سنه كان عادي جدا يجيب له جول ولا اثنين. بس ثانيه واحده عشان ما تفهمنيش غلط، فالعامل الرئيسي في منع ميسي امبارح ما كانش السن بس، العامل الرئيسي كان من حارس مرمى بيتالق للمباراه الثانيه على التوالي علشان يصد كور صعبه قوي انها تتصد ويشيل فرقته وهي محتاجاه كيلور نافاس. عارف ان في مدريديه كتير ما بيحبوش نافاس، بس هفضل اقول الراجل بيغلط، ولكن في معظم المواعيد الكبرى بيعمل تصديات خياليه. خلصنا كده بقى كلام في الكوره، فيلا نبدا كلام في التحكيم. بصراحة مش هينفع اردد الكلام المثالي اللي بيتقال ان الناس كلها سايبة كرة ومتعتها ومركزة في التحكيم، لان مؤخرا في ماتشات حاسمة ومصيرية ومهمة قرارات التحكيمية بقت كارثية وبتأثر بشكل سلبي على الكرة بشكل عام. والموضوع ده لو كنت شايفه في اول الموسم في بلاد معينة فتكرر مع نهاية الموسم في الليجا والبريمير ليج والكالتشيو ودوري الابطال ومن كل الحكام وكافة الجنسيات. وزي ما قلت الحلقة اللي فاتت، لو عايز تسمع نظريات المؤامرة ان ريال مدريد بياخد دوري الابطال بالتحكيم
وبرشلونه بياخد الليجا بالتحكيم، فمش هتلاقي الكلام ده عندي، وهتلاقيه موجود وبيتردد في حتت كتير قوي، فممكن تروح تسمعه منها، لاني مش هقتنع بالنظريات دي لحد ما يطلع دليل ادانه ثابت وواضح ان الحكام بياخدوا فلوس وبياخدوا رشوه من الفرق عشان يكسبوا فريق او يخسروا فريق. بس لغايه ما ده يحصل فهعتبرها اخطاء تحكيميه بشريه. التحكيم جزء من الكوره، بيأثر عليها بشكل سلبي، بس زي ما قلت قبل كده، فزي بالظبط ما حصل مع مارسيلو الماتش اللي فات، استفاد من قرار تحكيمي في ركله جزاء عليه لمصلحه البايرن بنسبه 100% ما فيهاش شك، فالتحكيم جه عليه بعدها على طول في الكلاسيكو في ركله جزاء ليه على البارسا برده 100% وما فيهاش شك. عارف ان القرار ممكن يكون مصلحتك في البطوله اهم وضدك في البطوله اقل اهميه، بس في الاخر زي ما قلت مش مقتنع بنظريات المؤامره، وحتى يتم اثباتها فهي غلطات، لما تكون في صفك بتفرح ولما تكون ضدك بتتشال. والقرارات اللي في الكلاسيكو ده في وجهه نظري انا اللي ما كانش عليها اي غبار كانت طرد الجارث بيل، لانه تدخل عنيف على امتيتي والكره اصلا مش موجوده وما فيهاش التحام، ودايس برجله بره الملعب وهو عارف هو بيعمل ايه. طرد سيرجيو روبرتو على رد فعله لان ضرب مارسيلو بالبوكس بغض النظر اذا كان البوكس ده لبس في وشه ولا في كتفه. ركله جزاء لمارسيلو وفاول على سواريز في الكره اللي جت منها الجول الثاني لميسي، ولقى في نظري ما فيش طرد على ميسي لتدخله على سيرجيو راموس. وغير كده في مليون حاله ثانيه مش شرط هنتفق فيها ومش شرط الناس هتتفق فيها، لان ده شايف ان ليه انذار، ده شايف ان ليه فاول، ده شايف ان ليه اوفسايد. وبمناسبه التسلل، فحتى لو كان الغاء هدف البارسا في قرار تسلل مش صح، بس القرار ده كان فعلا قريب قوي وعلى شعره، والقرارات دي في الاوفسايدات بصراحه انا ما بتضايقش لما تيجي عليا او معايا. يعني تسلل كريستيانو مثلا اللي ما اتحسبش ضد بايرن ميونخ في الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت كانت واضحه وصريحه وفرق كبير، فدي ما ينفعش اتقبلها، بس بتاعه امبارح دي كانت قريبه قوي. بس الاستنتاج الوحيد اللي ناخده من كل ده وكل اللي حصل السنه دي واللي لسه ممكن يحصل، هو ان استخدام الفار في كره القدم في كل البطولات وكل الدوريات لا غنى عنه. الفار مش هيلغي كل الاخطاء التحكيميه ولكن هيحسنها بنسبه كبيره. صحيح ده يجي على حساب المتعه وحساب الوقت، لان لو الفار كان استخدم في الكلاسيكو بتاع امبارح الماتش كان هيتوقف على الاقل ربع ساعه، بس الامل هو ان مع الوقت ثقافه اللعيبه نفسها اصلا هتبدا تتغير، لان لما اللعيب يعرف ان زمن ان هو يعمل عمله من تحت لتحت او يضرب لعيب والحكم مش باصص انتهى، لان لو عينين الحكم ما شافتهاش في 100 كاميرا تانية في الاستاد هتلقطك وتعاقبك. مع الوقت تصرفات اللعيبه اصلا هتبدا تتغير وبالتالي الكوره هتبدا تتطور. في النهايه ده رايي عن الفار، والاهم عايز اعرف رايكم انتوا، هل انت مع او ضد استخدام الفار؟ سيب رايك في الكومنتس تحت الفيديو ده، وما تنساش تعمل لايك واشتراك على القناه على يوتيوب، لاننا قربنا قوي 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 على المليون اللي غالبا ان شاء الله هنجيبه الاسبوع ده. رابط الاشتراك في مسابقه لعيب موجود تحت الفيديو ده، شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر، ولو عايز تتفرج على الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا. كالعاده كان معاك عمرو نصوحي، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام. عايز تعرف قرار تلبس نابولي ليه؟ متعاطف معاهم يا اخي، متعاطف معاهم ان يوفي هياخد الدوري تاني للمره المليون.